بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام من كتاب الكافي الشريف الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن قول العامة إن رسول الله صلى الله عليه واله قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية فقال الحق والله قلت فإن إمامًا هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك قال لا يسعه ان الامام اذا هلك وقعت حجه وصيه على من هو معه في البلد وحق النفر على من ليس بحضرته اذا بلغهم ان الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت: فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم. قال إن الله عز وجل يقول: "ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة" ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وللحديث تتم نقراها لاحقا عبد الاعلى يسال الامام الصادق عليه الصلاه والسلام عن الامام اللاحق بعد موت الامام السابق وانه هل يجب على الناس أن يعلموا به وكيف لهم أن يعلموا به وقبل هذا السؤال يقدم له سؤالا كمقدمه وهو أن العامة يروون عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية أو مات ميتة جاهلية. هل هذا الحديث الذي يرويه غير الشيعة عن رسول الله صحيح او ليس بصحيح؟ طبعا كما ذكرنا فيما مضى هذا الحديث حديث صحيح روته العامة والخاصة عن رسول الله صلى الله عليه واله. والاحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه واله كثيرة وليس كل ما في يد العامة من الاحاديث موضوعة بل فيها احاديث صحيحة وذلك لان رسول الله صلى الله عليه واله انال وانال وانال, وأنال كما في الحديث الشريف ولكن بعد رسول الله صلى الله عليه واله حدث امران. الامر الاول منع تدوين الحديث لفتره طويله. من زمن ابي بكر الى زمن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز امر بفتح تدوين الحديث بشكل جزئي في سنة مئة أو بعد سنة مئة يعني تسعين سنة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا إذا الشيء لم يكتب بمرور الزمان ينسى إلا إذا كان شيئا معروفا مشهورا كثر نقله فحينئذ يبقى هذا الشيء الأول الذي حدث منع تدوين الحديث الشيء الثاني الذي حدث كثرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله لجهات كثيرة منها أحيانا لأجل أهواء الحكام يعني مثلا عثمان كان من بني أمية فلما استلم معاوية السلطة كتب بأنه كل واحد يروي فضيلة في عثمان يعطى جائزة فلذا طمعا في الجائزة كثر الذين جاءوا ورووا أحاديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله في فضله، بل كتب معاوية أنه أي فضيلة للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أي فضيلة لأبي تراب، مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فرو في مقابلها فضيلة في عثمان. وغير عثمان هذه مثلا جه احيانا الحاكم الجائر كان يشتهي امرا محرما الناس يعترضون عليه حرام فكان يامر بعض وعاظ السلاطين بان يرووا حديثا ويكذبوا على رسول الله ويفتروا عليه ان رسول الله قال كذا او فعل كذا بعدين يقول أنا أتبع الرسول صلى الله عليه وآله أنا تَابْعَ للرسول الرسول فعل هذا الفعل أو قال هذا القول هذا أحيانا كان يقع أحيانا واحد يسأل عن مسألة ما يعرف جوابها يجيب بجواب مع أنه في الحديث الشريف إذا سئل أحدكم عما لا يعلم فلا يستحي أن يقول لا أعلم إذا سألوك سؤال ما تدري يقول ما أدري أنت تخجل من هذا يقول, يقول أنه شلون ما يدري هذا الجواب هو استحي من رب العالمين سبحانه وتعالى لا تفتري عليه استحي من رسول الله صلى الله عليه وآله لا تفتري عليه على كل حال ما كان يدري يجاوب جواب بعدين حتى لا له فضيحه شنو هذا الجواب كان يضع حديثا ويقول روى رويته عن فلان روى فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله كذا وينسبه للأموات عادة حتى بعد لا يكون هناك طريق لمعرفة الحق من الباطل فعلى كل حال أسباب الكذب على الرسول أيضا كانت كثيرة ومتعددة ولكن مع ذلك يعني مع المنع ومع الكذب أحاديث الرسول التي كثر نقلها وكثر علم الناس بها وصلت إلى الأجيال اللاحقة لكن شلون تميز من الصحيح من الفاسد المكذوب من الحق لازم تراجع الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وتراجع القرآن الكريم القرآن هو المعيار اذا شفت حديث منسوب الى الرسول يعارض القرآن الكريم. هذا الحديث معناه انه كذب لان الرسول لا يقول كلام يعارض القرآن الكريم. اذا شفت حديث مروي عن الرسول ما تدري حق ولا او باطل وماكو في ظاهر القرآن شيء يدل على انه حق او باطل تراجع الى الائمه من اهل البيت. ولذا الرسول صلى الله عليه واله قال: اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. في حديث هشام بن سالم يقول: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك عند العامه من احاديث رسول الله شيء يصح قال نعم ان رسول الله صلى الله عليه واله انال وانال وانال وعندنا معاقل العلم وفصل ما بين الناس. الرسول انال فوصل بعض ما قاله الرسول، لكن البعض لم يصل. وهناك ايضا احاديث مكذوبه فلازم تراجعونه. ونحو وعندنا معاقل العلم وفصل ما بين الناس. من الأحاديث المشهورة هذا الحديث من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية أو مات ميتة جاهلية يسأل الإمام الصادق هذا الحديث صحيح لو مو صحيح قال الحق والله إيه هذا الكلام هذا الحديث صحيح بعد هذه المقدمة يجي إلى السؤال الأصلي اللي يريد يسأله قلت فإن إماما هلك طبعا كلمة الهلاك في اللغة العربية وفي الاستعمال القرآني ليس له لهذه الكلمة ليس لها ظلال سلبي الآن إحنا في استعمالاتنا حتى في الإذاعات وفي الصحف عندما يقال هلك فلان هذا يستعمل في الناس الأعداء في الناس المنافقين في الناس الكفار من استعمل في إنسان مؤمن من استعمل في أقربانة واحد ما يقول هلك قريبي مثلا هلك أبا أبوي ما يقول واحد هكذا لكن في اللغة العربية هلك ليس لها ظلال سلبي هلك يساوي مات هسه هو مؤمن منافق كافر زين مو صديق عدو ماكو فرق هلك يعني مات حتى في القرآن الكريم حول يوسف عليه الصلاة والسلام ولقد جاءكم في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك هلك, هلك يعني منه؟ يعني يوسف عليه السلام حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أو في آية الإرث في سورة النساء إن امرؤ هلك ليس له ولد قلت فإن إماما هلك يعني مات ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه واحد بعيد في خراسان لم يسعه ذلك هذا السؤال يعني هو في سعة يعني هل يجوز له أن لا يعلم بالإمام اللاحق قال لا يسعه لا ما الى حق ما يقدر يقول انه زين مو مهم انا اعتقد بالامام السابق اللي مات هسه الامام اللاحق منه هو مو مهم او اعتقد اجمالا اقول يا رب من هو الامام عندك انا اعتقد به يجوز الامام قال لا يسعه ليش لا يسعه لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يعرف إمام زمانه وأن يبايعه وأن يعتقد به <applause> مثل واحد يقول هسه شنو المسألة أنا لا أعتقد بنبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله مثلا لكن في العمل أكون خوش إنسان بيفيد أعمالك كلها باطلة إذا واحد لا يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من هو في الآخرة من الخاسرين هسه واحد يقول ما يخالف أنا آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله لكن لا أؤمن بنبوة موسى عليه السلام أو لا أؤمن بنبوة عيسى عليه السلام هسه شنو تأثيره على حياتي الجواب انه النبوة من اصول الدين، والاعتقاد بنبوة محمد وحده لا يكفي، بل يجب ان تعتقد بنبوة جميع الانبياء اللي ما تعرفهم ولم يذكرهم القرآن، لان آلاف مؤلفة من الانبياء ورسلا لم نقصصهم عليك كما في الاية الشريفة، زين ذولا الله سبحانه وتعالى يامرك يا بالايمان بهم اجمالا يا رب اي نبي انت نباته ارسلته ان يؤمن به لكن مثل موسى وعيسى عليهما السلام الذين ذكر اسمهما في القران الكريم واشتهرت نبوتهما يجب الاعتقاد بهما على كل حال الله سبحانه وتعالى يريد من الانسان هذه العقيده والعمل بعد العقيده شرط صحه العمل العقيده قلبك ابيض هذا ما يكفي الله سبحانه وتعالى يقول قلبك يكون سليما الا من اتى الله بقلب سليم وسلامه القلب بالاعتقاد الصحيح الذي اراده الله سبحانه وتعالى ثم بالعمل الصحيح امنوا وعملوا الصالحات القلب ابيض حسب تعبيرهم اذا لم يؤمن بالله وباصول الدين واذا لم يستتبع عملا بالجوارح هذا ما يفيد هذا اصلا هذا مو قلب ابيض هذا كذب يقال له قلب ابيض هذا قلب اسود الذي يخالف امر الله سبحانه وتعالى في العقيده السليمه ولا يستتبع عملا صحيحا على العموم إذا الإمام مات لازم تعتقد بالإمام اللاحق ولأن هذا واجب الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس بشيء غير ممكن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولذا حجة الإمام اللاحق حجة تامة يعني دليل إمامته متوفر لدى عامة الناس. لسه في بقية الحديث الامام يشير الى هذا الامر ايضا. ان الامام اذا هلك يعني اذا مات وقعت حجة وصيه على من هو معه في البلد، يعني الذين يعيشون في نفس بلد الامام حجة الامام تامة عليهم. واما الذين هم في البلدان البعيدة لازم يوصلون الى هذه الحجة. ووصولهم إلى الحجة سهل ليس صعبا فلذلك واحد يقول أنه أنا ما أدري هذا ما أدري مو عذور لازم تروح تحصل العلم وقعت حجة وصيه على من هو معه في البلد وحق النافر يعني وجب النافر النافر شنو هو الذهاب بسرعة وانه يستبطئ الامر، يقول هسه الان شتاء ننتظر الصيف او هسه الصيف ننتظر الشتاء. لا، فورا بمجرد ان يوصلك خبر موت الامام السابق وانت لا تعلم بالامام اللاحق لازم تنفر. هسه انت ما تقدر تنفر مجموعة من الثقات ينفرون. وحق النفر على من ليس بحضرته اذا بلغهم يعني بلغهم خبر موته. يكفي انه البعض يخرجون ثم يرجعون ويخبرون من بقي. الجواب نعم، ان الله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، من كل فرقة طائفة، مو كل الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. هذه الاية فصلناها في الحلقة الماضية الحديث الاول. زين. فإذا حجة الإمام تامة اللي موجود معه في البلد الحجة تامة عليه فورا. اللي في الأماكن البعيدة يرسلون جماعة يحققون يرجعون يخبروهم. هسه ينتقل الراوي اللي هو عبد الأعلى إلى سؤال آخر. قلت فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن.. يصل فيعلم زين وصل خبر موت الإمام أهل البلد أرسلوا وفدا من الثقات اللي إذا رجعوا ويخبرون الإنسان يعلم بقولهم يحصل العلم زين ذول طلعوا واحد منهم مات في الطريق شنو تكلفة هذا مات وهو لا يعلم من هو إمامه الآن هل هذا ميتته ميتة جاهلية وميتة الجاهلية ميتة كفر ونفاق وضلال؟ الجواب لا، ليش؟ لأن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاها، إلا وسعة. هذا خرج عاملاً بقول الله سبحانه وتعالى في آية النفر. هسه إذا الله قدر له الموت قبل ان يصل فهذا معذور، الله سبحانه وتعالى يعذره ويقبل ايمانه الاجمالي. اكو في حديث ان الرسول صلى الله عليه واله كان على ناقة. جاء واحد اعرابي على ناقة وهو كافر. فاجى عند الرسول سأل الرسول بعض الأسئلة وتشهد الشهادتين آمن بالتوحيد وبنوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بعد هذا مباشرة نفرت الدابة البعير اللي كان راكب عليه نفر فسقط على رأسه فمات فقيل للرسول في شأنه قال هو من أهل الجنة هذا لا صل لا صام لا حاج لا عمل صالح من الصالحات بين إيمانه وبين موته لحظات ليش من أهل الجنة الجواب لأنه عمل بما أراده الله سبحانه وتعالى منه في سورة البقرة بالنسبة إلى الذين كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس لأن القبلة في بداية الأمر انبعثة النبي صلى الله عليه وآله إلى بعد 17 شهر أو 19 شهر من الهجرة كانت باتجاه بيت المقدس عندما الرسول كان في مكة ما كان هذا يبين ليش لأن الرسول كان يقف باتجاه بيت المقدس ويجعل الكعبة أمامه بحيث أنه هو واقف باتجاه الكعبة وأيضا باتجاه بيت المقدس ما كان يبين أن الرسول ليصلي باتجاه بيت المقدس لكن عندما هاجر إلى المدينة بيت المقدس شمال المدينة ومكة في جنوب المدينة ف... 180 درجة اختلاف بين بيت المقدس وبين مكة، فتبين أن الرسول يصلي باتجاه بيت المقدس. على كل حال إلى أن في السنة الثانية يعني بعد 17 أو 19 شهر، والرسول يصلي في مسجد القبلتين أو يصلي في مسجده. فنزلت هذه الآية. أو الآيات فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فالرسول كان يصلي باتجاه بيت المقدس أخذ جبرائيل يده فتحول الرسول إلى اتجاه مكة الكعبة والذين كانوا خلف الرسول أيضا تأخروا واتجهوا باتجاه الكعبة قال اجوا سالوا الرسول صلى الله عليه واله احنا عندنا مجموعه من المسلمين في هاي الاشهر الماضيه قد توفوا ماتوا وذولا ما كانوا يصلون باتجاه الكعبه يصلون باتجاه بيت المقدس شنو احكام صلواتهم الماضيه فنزلت الايه وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم انت الصلاه اللي صليتها باتجاه بيت المقدس سواء اللي مات واللي بقى حي ذيك الصلوات كانت بامر الله سبحانه وتعالى. ولذا الله سبحانه وتعالى لا يضيعها، لا يعتبرها باطله. الحكم نسخ. لكن هذا مو معنى انه قبل النسخ أن الاعمال التي اتيت بها تكون اعمالا باطله. فعلى كل حال قلت فنفر قوم فهلك بعضهم قبل ان يصل فيعلم. قال الامام الصادق اجابه: ان الله عز وجل يقول: "ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله". إذا أنت في بلد لا تتمكن من أداء شعائر دينك يجب عليك أن تهاجر من ذلك البلد وإذا واحد ما يهاجر مع تمكنه هذا مو معذور الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض استضعافا دينيا ما يخلونا نؤدي شعائر ديننا من الصلاة والصوم وما إلى ذلك قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ليش ما هاجرتوا مصير ذلك شنو هو جهنم بعدين الله يستثني اللي ما يقدر الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم يعني اذا ما لم يكن مقصرا فاذا واحد ما يقدر يادي شعائر دينه في بلد لازم يهاجر من ذلك البلد نعم اذا يتمكن من اداء شعائر دينه وهو في بلد الكفر مثلا الان واحد مثلا في كندا، في امريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في المانيا، في اي بلد من بلاد الكفر يتمكن من اداء شعائر دينه، يقدر يصلي، يصوم، يحج، المراه تلتزم بالحجاب وما الى ذلك لا باس يبقى في ذلك البلد. فاذا هذا الانسان هاجر بدا في الهجره قبل ان يصل الى بلد الاسلام، مات هذا مذنب؟ لا مو مذنب، ليش؟ لانه الله امره بالهجره وهذا بدا بالهجره هسه ما وصل الى دار الاسلام هذا مو بتقصير من عنده، لذلك الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه على شيء لم يكن هو مقصرا فيه، شأن نزول هذه الايه كما في مجمع البيان انه المسلمون في مكة كان الكفار يمنعونهم من أداء شعائر الإسلام فنزلت آية الهجرة فسمعها رجل من المسلمين بمكة يسمى جندب ابن حمزة فقال والله ما أنا مما استثنى الله لأن الله استثنى الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يقول آه اني اقدر. اني لاجد قوة واني لعالم بالطريق، وكان مريضا شديد المرض، فقال لبنيه: والله لا ابيت بمكة حتى اخرج منها، فاني اخاف ان اموت فيها، فخرجوا يحملونه على سرير حتى اذا بلغ التنعيم مات. التنعيم الان داخل مكة هو في حدود الحرم من حدود الحرم المكي التنعيم بينه وبين المسجد الحرام تقريبا سبع كيلومترات حتى إذا بلغ التنعيم مات فنزلت الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، يعني شنو مهاجرا إلى الله؟ يعني بقصد إقامة أحكامه تعالى أو إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. ورسوله في زمان حياه الرسول الهجره الى المكان الذي يعيش فيه الرسول وهو المدينه، بلد الاسلام ذاك الوقت كان فقط المدينه قبل فتح مكه. وفي امثال هذه الازمنه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله الى بلاد الاسلام ثم يدركه الموت يعني في الطريق، فقد وقع أجره على الله، يعني ثواب عمله. ليش؟ لأنه خرج في سبيل الله، وبأمر الله. وكان الله غفورًا رحيمًا، يغفر ذنبه، ويرحمه بإعطاء الثواب. في حديث. أن زرارة بن أعين وهو في العراق بلغه موت الإمام الصادق يعني استشهاد الإمام الصادق بالصوم، فأرسل ابنه عبيد عبيد بن زرارة من ثقات الأصحاب أرسل ولده عبيد إلى المدينة ليعلم بالإمام الذي هو بعد الإمام الصادق طبعا هو زراره كان يعلم بامامه الامام الكاظم وفي الحقيقه كما في بعض الاحاديث ارسل ابنه ليسال الامام الكاظم انه هل اصرح بامامتك او لا او زمان تقيه ما اقدر اصرح بذلك هذا الواقع كان لكن في الظاهر ارسل ابنه عبيد ليعلم بالامام اللاحق زين يعني عبيد الى ان راح ورجع بين العراق وبين المدينه اقل تقدير مسير اسبوعين ثلاث اسابيع هسه اذا واحد باستعجال يروح مسير اسبوع باستعجال يعني انه لا يستريح في الطريق ولا ولا يريح الدواب اللي عنده والى ان يرجع يعني تقريبا شهر شهرين يعني يطول في هالاثناء زراره مات فسئل الامام الكاظم انه هذا مات قبل ما يوصل ابنه شنو؟ الامام تلا هذه الايه فعلى كل حال المساله انه اللي موجود في البلد الحجه تامه عليه، اللي مو موجود في البلد يرسلون وفد حتى يخبروهم اذا مات بعض من في الوفد أو مات بعض من في البلدان قبل رجوع الوافد فهؤلاء معذورون والله سبحانه وتعالى يعذرهم تنطبق عليهم هذه الآيات التي تلوناها بعد ذلك عبد الأعلى راوي هذا الحديث عنده أسئلة أخرى عن الإمام في زمن التقية وصلنا إلى المدينة شفنا باب الإمام مغلق شنو نسوي كما حدث في زمن الامام الكاظم بعد استشهاد الامام الصادق المأمور المنصور امر بقتل وصي الامام الصادق، واجوا الى المدينه الامام الكاظم قد اغلق بابه لا يستقبل احدا، وعبد الله الافطح من ذاك الصوب يدعي الامامه او ادعيت له الامامه. والوصي اللي معين الإمام الكاظم خمسة أشخاص واحد منهم المنصور واحد منهم والي المدينة حميدة زوجته عبد الله والإمام الكاظم في هل وقت هل الحجة تامة على الناس أو لا الجواب نعم تامة لأن دليل إمامة الإمام واضح حتى في زمن التقية هذه التتمة إن شاء الله سنتلوها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطائف